السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. يا جماعة اللي حصل ده النادي الأهلي متعب قوي من امبارح للنهارده من بعد فوز النادي الاهلي على وفاق سطيف بربعيه، والكل نازل تقليل في النادي المحترم وفاق سطيف، واللي يقول لك ده مش فريق ازاي ده وصل لنصف النهائي، واللي يقول لك ده مركز شباب وفاق سطيف، ده كله علشان النادي الاهلي كسب قبل كده. النادي الاهلي كسب الرجاء، قال لك فريق ضعيف، وفريق الرجاء ده اسوأ نسخه للرجاء. الاهلي كسب مش عارف ايه، لما توصل لنصف النهائي بيترو اتلتيكو والوداد لنفس الدور اللي وصل ليه نادي وفاق سطيف، قال لك الرجاء والوداد اقوى فرقه في المجموعه والاثنين بل في البطوله كلها يعني. وشفنا الوداد كسب بيترو اتلتيكو 3-1، اللي الزمالك تعادل معاه في القاهره بالعافيه 2-2. ومع ذلك بيقول لك احنا ده رضا عبد العال طلع يقول لك الدوري المصري وفارقه والمقصه او اقوى من الفريق نادي وفاق سطيف يعني. والاعلام الزملكاوي والدرديري جاي لك دلوقتي عارف شغل عارف تشتغل، بيقللوا من النادي عشان كسب الاهلي كسب 4، على الرغم من النادي الاهلي كسب برضه نادي الهلال السعودي 4، ومحدش بيقدر محدش بيقلل من يقول لك ده احسن ده بطل اسيا. طب لو لعبنا تاني مع هم بيقول طب لو لعب ده احنا كسبنا الهلال وخدنا السوبر المصري السعودي. الاهلي كسب 4، وبعيدا عن الهلال وبعيدا عن اي نادي تاني، انت نفسك كنادي زمالك الموسم ده انا غلبك 5، انا كسبان الزمالك 5، معنى كده ان انت اضعف من نادي وفاق سطيف. انت بتحكم ازاي يعني؟ هو عشان انا فقت وظروف ماتشات وادائي ولعبتي فائت ما تدينيش حقي، وانا كل ما اكسب فريق تقول لي فريق ضعيف ضعيف ضعيف، ليه؟ ليه لما بخسر من فريق تقول الفريق الثاني والله هو اللي لعب؟ يعني مثلا كان احد الناس المحترمين خالد بيومي مباراه طلائع الجيش لما النادي الاهلي تعادل مع طلائع الجيش قال لك لازم ندي طارق العشري لعب التكتيكي وبتاع، ليه كلنا بنتكلم على ان النادي الاهلي وحش؟ طب ما نتكلم على ان النادي طلائع الجيش حلو. شوف طلائع الجيش، فما بالك الاهلي لما يكسب فريق بقى كله ضعيف 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 ضعيف، ليه مش الاهلي هو اللي حلو يعني؟ ثم لو بمقياس الاهداف 4 وده يبقى فريق ضعيف، يبقى انت فريق تحت الضعيف، يبقى انت ضد جيم ضعيف جدا يعني. فيا جماعه ندي ده مش بس كده، فين الاعلام؟ الاعلام من فوز النادي الاهلي تحس انهم في جنازه لا مؤاخذه، زعلانين قوي ان النادي الاهلي، ومين وطالع يقول لك والله النادي الاهلي اللي بيعمله افريقيا بيزن نفسه بطوله الدوري، المفروض يلعب لما بيلعب في افريقيا يجي يدي راحه وبعد كده الحمل التدريبي يزيد ويرجع في الدوري تلاقي الاداء مغاير، فالمطلوب النادي الاهلي ما ياجلش مباراه. يا سلام، عايز تضيع عليها بطوله الدوري وعايز تضيع عليها بطوله افريقيا كمان، يعني العب هنا وهنا من غير ما اجل؟ يا راجل اختش، داروا شويه داروا شويه التعب النفسي من تاهل النادي الاهلي فوز النادي الاهلي. عمرو الدرديري من خلال صفحته على فيسبوك بيقول لك عفاريت موسيماني تعود من جديد بعد انتهاء شهر رمضان وفي طريقه لحظه البطوله الافريقيه، في اشاره منه ان بيتس موسيماني شغال زي ما قال قبل كده مرتضى منصور شغال معاه عفاريت، يعني مسخرين له جن يعني الاخ بيتس موسيماني، لكن بما ان العفاريت كانوا متسلسلين في شهر رمضان فبالتالي النادي الاهلي ادى نتائج سيئه في شهر رمضان، لكن مع نهايه شهر رمضان العفاريت رجعت تظهر تاني وبدا يكسب بقى وهياخد البطوله كانها بالعفاريت. بالذمه دي عقليه؟ ما هو ده عقليه نادي بيعلق شماعات كلها على السحر والشعوذه، عقليه نادي بيعلق فشله كله على حسن مصطفى، عقليه نادي بيعلق فشله على اتحاد الكره والحكام اصلا مع الاهلي، عقليه نادي اللي الدوله بتنام مبسوطه عشان النادي الاهلي بيكسب، عقليه نادي ان كل حاجه ضد نادي الزمالك والاعلام احمر والاعلام كله ضدنا، وصلت الدرجه ان ده يكسب بالعفاريت اللي قبلها. طب البطولات احنا معانا 10 منهم 2 شارك فيهم فايلر، واحده شارك فيها فايلر وموسيماني والثانيه خدها موسيماني، طب اللي قبلهم الثمانيه اللي احنا خدناهم كان مين اللي معاه عفاريت يعني؟ محمد يوسف كان معاه عفاريت؟
ميتسو الجزئيه كان مسخر العفريت. يا جدعان نعقل، يا سلام على التعب ده، احنا لو خدنا البطوله ال 11 دي هيبقى النكت كله، هيبقى النكت. ده انتوا طب اقول لك الدوري اقوى، واحد ده رضا بيقول لك الدوري اقوى، عامل زي خالد غندور، الدوري اقوى من بطوله افريقيا، والنعمه بنهزر. طب ما على كده زي على راي البعض، ما تتعبوش نفسكم بقى، طب ما نوصل لكم دوري ابطال لحد عندكم لما تكسبوا الدوري كل 5 سنين كالعاده يعني. وبعدين لو الدوري اقوى من بطوله افريقيا انا ارهق نفسي ليه؟ احسب لي يا ابني 43 دوري ب 43 بطوله، انت معاك 13 يبقى 13 بطوله، وانا معايا 43. لو عشت عمرك كل عمرك ما تلحق، لو اتشعبطت على ودانك يعني مش هتلحقني، ايه العقليات دي؟ كابتن احمد شوبير النهارده في البرنامج الصباحي بتاعه في الاذاعه اون تايم سبورت اتكلم عن، طبعا هو ما جيب سيره الزمالك خالص يعني، على ما يبدو ان التعليمات واضحه وصريحه زي ما قال مرتضى منصور، وحتى الان شوبير لم يكذب ذلك، مرتضى منصور قال، وبعدين بيقول لك اذا كان زمان السكوت من فضه او ذهب دلوقتي سكوت الماس. لا يا كابتن شوبير، اذا سكت اهل الحق، اذا كنت معاك حق، اذا سكت اهل الحق عن الحق فظن اهل الباطل انهم على حق، لما الحق يسكت زي يسخر منه عادل ادم، زي ما قالوا يا ابني الحق اللي يمشي، نسال الرجال الحق اللي يمشي ولا الباطل اللي يمشي، الناس قالوا له الحق اللي يمشي، قالوا سهر الحق، الحق اللي يمشي يا معلم، قال له ما تمشي يا ابني، واقف ليه؟ ما تمشي يا ابني. كله خدها بسخريه يا كابتن، الحق حق، اللي معاه حق قلبه جاء قوي وعينه جاء، اطلع وقول ما حصلش الكلام ده، ما حصلش ان كرم جبر كلمني، ما حصلش ان اداره اون قالت لي ما تتكلم وما تتكلمش قصه، انت راجل اعلامي المفروض تتكلم عن كل الانديه، والا نطلع النادي الزمالك من الدوري. المهم اتكلم شوبير عن فيوتشر واحمد عاطف، قلت حضراتكم في شهر 6 هيتم تفعيل عقد احمد عاطف من قبل فيوتشر والنادي الاهلي، هيخش في مفاوضات مع فيوتشر لو تم تفعيل عقد او مع وادي دجله. واتكلمت عن رايي والانباء اللي كانت بتتكلم عن احمد رفعت و20 مليون النادي الاهلي، قلت ان صعب النادي الاهلي يرضى هذا المبلغ، وانا ضد فكره التعاقد مع احمد رفعت. شوبير قال لك لن يتم الاستغناء عن احمد رفعت في الصيف، يعني كده وش قال لك فيوتشر لن يترك احمد رفعت، وطبعا شوبير ده مصدر موثوق خاص بنادي فيوتشر، نائب رئيس نادي فيوتشر يعني كابتن احمد شوبير، واحمد دياب طبعا هو رئيس شركه الكوره بنادي فيوتشر يعني. اتكلم عن احمد عاطف وقال لك فيوتشر قرر تفعيل بند شراء احمد عاطف، لما يشتروا احمد عاطف ب 18 مليون ياخدوا من الاهلي 23 24 مليون فوق يعني ياخدوا 7 مليون فوق ال 18 ولا بتاع، ياخدوا لهم 25 يبقى 100 فل و10 يعني في اقل من شهرين، على الرغم ان كان احمد الشريف وكانوا معروضين علينا بمبلغ قليل جدا يعني، علشان كده تاني وتالت الاهلي محتاج عين ثاقبا، عين تعرف تختار اللعيبه الصغيرين بشكل جيد يعني. ايضا عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، اداء النادي الاهلي بالامس والفوز برباعيه على وفاق سطيف والمعسكر النادي الاهلي عمله والجلسه العاصفه اللي الخطيب عادها واللي اتنشرت على الموقع الخاص بالنادي الاهلي وجلسه وضع النقاط على الحروف، ما سمعتش برضو فين بعض، مش عاوز اعمم، بعض جماهير النادي الاهلي كانت بتهاجم الخطيب، الخطيب ده شخصيه النادي الاهلي، الخطيب هو ليه بس في الاداء السيء بتفتكر الخطيب وتهاجمه، لكن لما يكون في اداء جيد ما بترجعش تنسب الفضل لصاحبه، راجل سافر وطلع عينه واتمرمط وراح وهنا رغم ظروفه الصحيه، ولما يقعد مع اللعيبه ويقول لهم انه مش قد الضغط بتاعنا يقول لنا من دلوقتي، ويطلع ويقول اللي فاكر ان بطوله افريقيا هتغني عن بطوله الدوري ويدي كلام في العظم وكلام قوي، والاداء شفناه برباعيه على وفاق سطيف بنسبه 80% ان شاء رب العالمين احنا متاهلين للنهائي، لما يحصل الكلام ده كله مفيش واحد اللي كان بيهاجم الخطيب ويسيء للخطيب ويتجاوز في حق الخطيب ما يطلعش يدي كلمه حلوه في حق الخطيب، يقول كلمه حلوه في حق الخطيب، ما يقولش الراجل الطيب ده، الراجل ده تعب معانا، الراجل ده اتبهدل معانا، الراجل والله عمل الصح، لكن اول ما الاهلي يتعادل ايه الخطيب ضيع حبيبتنا، ايه الخطيب قاعد بيعمل ايه، ايه الخطيب تعاقد مع موسيماني ليه، ايه العقيد، ايه يا جدعان، ما هو زي ما بتطول الخطيب في الوحش ما تطوله في الحلو يا عم، ولا الحلو لا لنا نسكت والوحش نقطع الخطيب، اللي ملوش علاقه اللي موافق لنا موفر لبن عصفور للعيبه، لبن عصفور للاداره الفنيه، لكل شيء الاهلي موفره، الراجل مش مقص يعمل ايه، ينزل يلعب الخطيب يعني ولا يعمل ايه يعني. اتمنى ان احنا نعرف قيمه الخطيب، برضو من ضمن قيمه الخطيب
الناس اللي بتقول لك مش تصادمي وشخصيته، لا، من قيمة الخطيب الاحترام الأدب. يعني أنت النهاردة لما يطلع مثلا راجل محترم مؤدب نزيه شريف ما بيتفواش بالعيب ومخلي ناديك فيه استقرار، عكس نادي تاني الرئيس ساب رئيس اللجنة الأولمبية وتقدم الناس ضده بشكاوى وتم وقف 4 سنين، وطبعا الوقف أي كلام يعني، ويطلع البعض يقول لك بيتحارب نادي النادي الفلاني بيتحارب. لا مش بيتحارب، ده قلة أدب رئيس نادي خلت النادي اتعاقب. وبعض الحاجات القانونية، لجان التفتيش اللي كشفت أمور مالية، وزي ما أعلن عنها اللجان إن في 5 مليون دولار وإن في 151 هدايا وما دخلوش، ويمشي عشان كده يقول لك النادي بيتحارب. لا مش النادي، ده سفالة وإهدار مال عام وقلة أدب أشخاص. ربنا كرمك بواحد محترم مهذب، لو ذكر اسمه يبقى مرادف للاحترام والادب، تطلع تقول لي اصله تصادمي. انت طب روح شجع يا اخي التصادمي، ورينا التصادمي خد ايه او عمل ايه او سوى ايه، يعني في دنيا وفي اخره يا سيدي. بالنسبه للحاج عامر حسين، زي ما قلت حضراتكم في الفيديو السابق، الحاج عامر حسين بيفكر تعديل موعد مباراه الزمالك والاسماعيلي بعد مطالب من اعلام الزمالك وبعض الجمهور. فالحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات قال لك هنعدي المباراه، خلاص يا رجاله ما تزعلوش، قررنا تعديل موعد مباراه الزمالك والاسماعيلي يوم 28 عشان ما يحصلش فيها تعارض بينه وبين مباراه ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري الابطال، عشان نستقنيس وكل يشوف محمد صلاح. كابتن حسن شحاته على ما يبدو ان مزعل الموجوده في اتحاد الكره المصري. طبعا بنجاده هيرحل، بيدوروا على مدير فني بيثبتوا حازم امام وبركات، وربما يسحبوا منهم الملف بس بيثبتوهم عشان يحضروا المؤتمر اللي هينعقد اليوم بخصوص الاعلان عن التعاقد مع ايهاب جلال. في اسماء كتير مطروحه الكابتن حسن شحاته، لكن الجمال علام والرجاله رافضين الكابتن حسن شحاته، بيقول الكابتن حسن شحاته مش هيقبل هذا المنصب لانه الراجل بيحب يشتغل في ارض الملعب، يعني في الميدان، ينزل الميدان يعني، لكن الشغل الاداري هو ملوش فيه يعني. في اسماء كتير مطروحه لهذا المنصب، كابتن ضياء السيد، الكابتن علاء نبيل، لكن الغريب بالنسبه لي طرح اسم زي احمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو لسه ابن امبارح، لسه ما كانش 40، ما عندوش خبرات، فشل في التدريب في مع اكثر من نادي، هو اللي يحط خطه لتطوير الكره المصريه؟ احنا بنهزر. مصطفى محمد بالامس في مباراه بشاك شهير وجلاتا سراي، بعد ما اتغير تقريبا في الدقيقه 68 ونزل مكانه جوميز لاعب نادي الهلال السابق، قعد على الدكه يا دوب دقائق معدوده، وبعد كده راح قايم من على الدكه دخل غرفه الملابس. لاحظ الجمهور هذا التصرف، وبعض المواقع التركيه بتتكلم ان مصطفى محمد خرج بطريقة غاضبة أدت لغضب الجماهير، وهو بنسبة كبيرة مش هيكمل في نادي جلاتا سراي، وجلاتا سراي عايز يسوق ويخلص منه يعني، لأنه على ما يبدو أنه هيعمل لهم مشاكل خلال الفترة المقبلة. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.